السلام عليكم مشاهدي قناة حول العالم. عندما تأخذ جولة حول المدينة أو في المتنزهات والحدائق، كثيرا ما تتأثر بألعاب الكرنفال وتحب أن تشارك فيها، ولكن الفوز والحصول على جائزة ليس بالأمر السهل كما تظن. فمثلا ألعاب بسيطة مثل تفجير البالونات بدبابيس وإلقاء الكرة داخل الحلقة المخصصة لها، كل هذه الألعاب تبدو سهلة وبسيطة جدا، ولكن الفوز فيها مستحيل. لمعرفة سر هذه الألعاب وكيفية الفوز فيها والتغلب عليها، عليكم فقط متابعة هذا المقطع. 1. لعبة الرشق بالسهام على البالون. الرشق بالسهام على الهدف يصبح غير مثير وممتع عند مقارنته برشق السهام على البالون، فالبالونات كبيرة الحجم وملونة بألوان مبهجة، ودائما ما تحدث عند انفجارها صوتا عاليا وضجيجا، فتعتقد أنك إذا أصبت بالونا بالسهم سوف تنفجر على الفور، وتعتقد أنها مهمة سهلة إذا تم منحك مجموعة من السهام لتفجير البالونات تلك. ولكن عند سقوط أول سهم وعدم إصابته للبالون وبالتالي عدم انفجاره، حينها فقد تدرك أنها ليست مهمة سهلة كما كنت تظن. ولكن لا تلم نفسك، فهذا ليس خطأك، ولكنها مجرد خدعة تستخدم من قبل أولئك الذين يديرون تلك اللعبة، حيث يقومون بثني رأس السهام وجعلها منخفضة قليلا، مما يجعلها أقل حدة من ذي قبل، بالإضافة إلى أنهم عادة ما يقومون باستبدال مركز الثقل للسهام، مما يجعلها تتطاير بشكل غير متساو. لذلك عندما تخوض تلك اللعبة في المرة القادمة، تأكد من أن السهام متوازنة بشكل صحيح، وتأكد من عدم وجود طبقة ورقية بين رأس السهم وجسمه. 2. طارة كرة السلة. هل أنت من محبي كرة السلة؟ والكرة والسلة هما أفضل أصدقاء لك؟ وذات يوم خرجت للتنزه ووجدت أمامك لعبة كرة السلة، وما عليك فعله هو رمي الكرة داخل السلة، وفي النهاية ستحصل على جائزة. يبدو الأمر في غاية السهولة، ولكن عندما تحاول فعله تجد ذلك مستحيلا. وليس ذلك خطأ منك، ولكن في الحقيقة عادة ما تكون حلقة الشبكة أصغر بكثير من المعتاد، وربما تكون ملتوية قليلا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة. وهناك خدع تتم في الكرة أيضا، فمن الممكن أن تكون مفرغة من الهواء أو العكس، أن تكون ممتلئة بالهواء أكثر من حاجتها، مما يؤدي إلى جعلها مطاطية أكثر من اللازم. علاوة على ذلك، فإن الحلقة نفسها كقاعدة لها ارتفاع ومسافة غير قياسيين، ومن الممكن الفوز إذا كان حجم الحلقة مناسبا لحجم الكرة، إذ حينها يصبح الطريق الوحيد للتسجيل والفوز هو رمي الكرة بدقة عالية جدا، وكلما ازداد ارتفاع الكرة وازدادت قوة الرمية زادت فرصة الفوز. 3. إسقاط بعض الزجاجات. ماذا يمكن أن يكون أسهل من هدم هرم من الزجاجات أو المسامير باستخدام الكرة؟ حيث إن كل ما عليك فعله هو رمي الكرة على الزجاجة وإسقاطها، ومن ثم الفوز والحصول على الجائزة المطلوبة. يا لها من لعبة سهلة حقا. ولكن ماذا لو قام أحد الأشخاص بعمل خدعة في هذه الزجاجات وأعطاك كرة خفيفة لكي تصوب على الهدف؟ بالطبع ستفشل في تسديد الهدف وإسقاط الزجاجات، وإليكم الحل السحري لتجنب كل تلك الأمور وتحقيق الفوز، وهو رمي الكرة بقوة شديدة جدا، ولكن في مكان معين، وهو النقطة الواقعة ما بين الزجاجتين، لأنها أكثر نقطة ضعيفة وشديدة التأثير في الهرم كله، وبمجرد رمي الكرة بقوة في هذه النقطة سوف يتساقط هرم الزجاجات ويتحقق الفوز بكل سهولة. 4. تناول البسكويت. هذا النوع من التحديات موجود أيضا، ويحدث فيه العديد من الحيل، وربما أكثر بكثير مما كنت تعتقد، حيث يعرض عليك تناول 3 أو 4 قطع من البسكويت من الحجم العادي والمتوسط في دقيقة واحدة، والبعض من مشاهدينا سوف يعجبهم الأمر ويتدربون على ذلك في المنزل وينجحون فيه، ولكن التدريب في هذه الحالة لا يفيد في شيء، لذا من الأفضل لك أن تستمع إلى نصيحتنا لك قبل قبول التحدي، وهي أن تشرب كميات مناسبة من الماء لجعل حلقك مبللا، وأن لا تمضغ البسكويت بغض النظر عن مدى سخافة هذه النصيحة، ولكن إذا حاولت مضغ البسكويت فإن فمك سيمتلئ بالفتات ويصعب عليك البلع وستخسر بالتأكيد. لذلك حاول ابتلاع قطع كبيرة من البسكويت، ولكن توخى الحذر، لأن هذا التحدي غير صحي ومن الممكن أن يحمل لك العديد من الأضرار. 5. تحدي التشبث في عارضة الشنق الأفقية. كم من الوقت الذي يمكنك استغراقه وأنت متشبث على عارضة الشنق الأفقية؟
ففي هذه اللعبة سنعرض عليك عرضا مغريا، وهو أن تتشبث بالعارضة لدقيقتين فقط، وإن فعلت ذلك ستفوز بجائزة مجزية على الفور. ولكن ليس كل شيء بهذه البساطة، لأن عددا قليلا جدا من الناس ممن يمكنهم فعل ذلك، وإليك السبب، وهو أنك حين تقبض بيديك على العارضة ستبدأ يداك شيئا فشيئا في الانزلاق، حيث إن أصحاب اللعبة صنعوا هذه العارضة خصيصا ليصعبوا عليك مهمة الفوز. وحتى الأشخاص المدربين جيدا على هذه اللعبة ليس لديهم القدرة على التشبث على هذه العارضة لدقيقتين، والسبب في معظم الأحيان أنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لممارستها. ولكن هناك طريقة للفوز في هذه اللعبة، وهي أن تمسك بالعارضة بيد واحدة، لأن واحدة من المشكلات تكمن في أن الأيدي تفقد الحس، مما يؤدي إلى الانزلاق والخسارة. 6. رمي الحلقة. إن لهذه اللعبة العديد من الإصدارات والأشكال، حيث يتم تغيير بعض التفاصيل فيها من حين لآخر. فعلى سبيل المثال، في الكرنفالات التي كانت تتم في العصور الوسطى، كان يتم رمي الحلقة على عصا خشبية، ولكن العالم تغير منذ ذلك الحين، فأصبحت الحلقة ترمى على واحدة من عشرات الزجاجات البلاستيكية، لكن المحترفين والمحظوظين فقط هم الذين يفوزون في هذه اللعبة. لذلك إذا أردت ألا تفقد أموالك، فعليك أن تتجنب لعب هذه اللعبة، لأن الفوز فيها مستحيل. ولكن إذا قررت أن تجرب حظك، فعليك أن ترمي الحلقة بحركة دائرية، حيث تستقر الحلقة على عنق الزجاجة ولا تتطاير بعيدا عنها، وبالتالي ستحقق الفوز. 7. تسلق السلم. إذا كنت تحاول أن تتسلق سلم الحبال، فاعلم أنه ليس من الصعب عليك فعل ذلك، أجل إنه يتأرجح، ولكن إذا كنت تمسك به جيدا يمكنك الوصول إلى القمة دون مشكلة. فالبحارة عادة يستخدمون سلم الحبال للتسلق في كل وقت، ولم يشتكوا من ذلك مطلقا. حسنا، هذا القول عادة ما يصدر عن الأشخاص مدير اللعبة، حيث يطلبون منك تسلق السلم إلى أن تصل إلى القمة، أو تقوم برن جرس ما، أو تقف على القمة أو على الأقل على الدرجة الثالثة لبضع ثوان من دون أن تسقط. حسنا، كل هذه الأمور تبدو بسيطة وسهلة جدا، ولكن على الرغم من أن السلم قصير ويبدو أنه سهل، فإنك حين تمسك بالسلم وتبدأ في الصعود، يبدأ السلم في الدوران، والسبب وراء ذلك أن الجزء العلوي والسفلي من هذه السلالم تم تعليقهم على العارضة من نقطة واحدة بدلا من اثنين. ولكن إذا كنت ترغب حقا في الفوز في هذه اللعبة، فعليك أن تحافظ على توازنك، فحين تصعد السلم حاول أن تحرك أعضاءهم بشكل انعكاسي، حيث تمسك السلم بيدك اليمنى وتضع قدمك اليسرى على السلم، فهذه الطريقة سوف تساعدك في الحفاظ على توازنك والفوز باللعبة. 8. لعبة رمي الكرات داخل السلة. إذا مررت بأحد الكرنفالات وقررت أن تلعب لعبة رمي الكرات داخل السلة، فإن صاحب اللعبة سيعطيك 3 كرات، ولكن الأولى مجانية. وعندما تبدأ في اللعب وتسدد أول رمية وتدخل الكرة داخل السلة، تظن حينها أن باقي الرميات ستكون مثل ذلك، وأن الجائزة في النهاية ستكون من نصيبك. ولكن في الحقيقة قد تم خداعك بشكل من الأشكال من دون أن تدري، لأن الكرة مصنوعة من مادة مطاطية، فحين دخولها إلى السلة تقوم بطرد كل الكرات الأخرى، لذلك يصعب الفوز في هذه اللعبة. فمثلها مثل لعبة رمي الحلقات، حيث يتطلب الفوز في كلتيهما أن تحسب خطواتك جيدا وأن يكون لديك درجة تركيز عالية. 9. تثبيت الزجاجة. يبدو أن هذه اللعبة في ظاهرها سهلة وبسيطة، ويمكنك الفوز فيها بكل سهولة، حيث توضع زجاجة على سطح مائل، ويتوجب على المشارك في اللعبة أن يقوم بإعادة الزجاجة إلى وضعها الرأسي باستخدام حبل معين يوجد في مقدمة حلقة صغيرة. تمسك بمقدمة الزجاجة وتعيدها إلى وضعها الرأسي. يبدو الأمر بسيطا، ولكن التقارير التي أجريت حول هذه اللعبة تؤكد أن 2% فقط من الأشخاص هم من يمكنهم الفوز في هذه اللعبة، حيث يتطلب الفوز فيها أن يقوم الفرد برفع الزجاجة تدريجيا بحركة دائرية حتى لا تسقط مرة أخرى. ولكن للأسف معظم الأشخاص يخسرون في هذه اللعبة لعدم تمكنهم من فعل ذلك. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.